مرتضى منصور واحد من العلامات، علامات الاستفهام في بلدنا العقدين اللي فاتوا دول. شارك في موقعة الجمل وأتى للثوار، أتى للجماهير في مجزرة استاد الدفاع الجوي، شتم الكبير والصغير في البلد، شتم وزير الرياضة، شتم السيسي نفسه، شتم النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، شتم حتى جماهير النادي الزمالك اللي كان بيرقصه، شتم الإعلاميين، شتم أحمد موسى، شتم عمرو أديب، شتم لميس. البلد لسبب ما فضلت صبرة على مرتضى منصور كل هذه الفترة، أكتر من 18 سنة هم صابرين على مرتضى منصور اللي طايح في الكل. 2001 لحد 2020 محدش قادر يبص لمرتضى منصور، على الرغم ما فيش حد فيك يا بلد ما اتأذاش بسبب لسان مرتضى منصور. قوم قبل سنة واحدة قرروا يذبحوا مرتضى منصور، فبدأ الإعلام، بدأ أحمد موسى يشتم في مرتضى منصور ويسأله من أين لك هذا، بدأ عمرو أديب يدعبس ويفتش ورا بنت مرتضى منصور ويتهمها بالاستيلاء على الأموال، يقوم اتحاد الكرة يقرر إيقاف مرتضى منصور عن ممارسة النشاط الرياضي، تقوم النيابة العامة والمحكمة تقرر إقالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، يقوم الإعلام كله والدولة كلها تقف ضد مرتضى منصور. يستاهل؟ اه يستاهل، مره واثنين وثلاثه واربعه، لكن الغريب انتوا ليه صبرتوا عليه كل ده وسبتوه كل ده؟ خلال الاسبوع اللي فات او الاسبوعين اللي فاتوا بعد فضيحه السيد حسين لبيب رئيس النادي، واللي طلع بيطالب الناس انها تتبرع وطلع قال كنا بنصرف من اموال تركي الشيخ، بدا مرتضى منصور يرجع تاني يقول انا اتبرعت للنادي بمليون جنيه، ويقول لا حسين لبيب كذاب، ويمني الناس انه هيرجع. فيبدو ان هناك احدهم قرر ذبح مرتضى منصور هذه المره باول حكم قضائي يصدر ضد مرتضى منصور في قضيه سب وقصف. هذه القضيه واللي تم تغريم مرتضى منصور فيها 200,000 جنيه لصالح السيد مجدي حجاج وشهرته، او هاني مجدي حجاج اللي هو هاني العتالي، يعني نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك السابق، بسبب السب والقصف. ظهر مرتضى منصور ايضا بعد هذا الحكم او قبل هذا الحكم بهذه الصوره، ويبدو على ملامحه يعني انه تعبان. ناس بتقول فعلا ان مرتضى منصور بيتعرض لحرب. النهارده القضاء او القضاء اللي بيعاقب مرتضى منصور على اهانه هاني العتال، امتى نشوفه ايضا بيعاقبه على الناس اللي اتقتلوا في موقعة الجمل، او يعاقبوا على المشجعين اللي ماتوا في مذبحة الدفاع الجوي، او يعاقبوا على اهانته للمواطن والثورة المصرية؟ ده اللي ننتظره من القضاء.